الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عدن في أسبوع، والذي نستعرض لكم فيه مجموعة من التقارير عن أبرز الأحداث في الأسبوع الماضي. وكالعادة نبدأها بالعناوين. نائب رئيس الوزراء يوقد شعلة الاحتفال بالعيد الوطني 55 لثورة 26 من سبتمبر في تعز. رئيس هيئة الأركان ومحافظ مأرب يوقدان شعلة الثورة ويشهدان عرضاً كشفي وشبابي. عرض عسكري بمناسبة الذكرى 55 لثورة 26 من سبتمبر بمحافظة مأرب. من جديد، أوقد نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري الشعلة احتفاء بالعيد الوطني 55 لثورة 26 من سبتمبر وسط مدينة تعز. 26 من سبتمبر عيدا توحدت فيه القلوب والأهداف لرسم معالم الدولة والتنمية. أوقدنا شعلة الثورة المباركة نحتفل بهذه المدينة اليمنية البطلة، رمز الصمود الوطني على مر التاريخ، وحتى هذه اللحظة الفاصلة من النصر المؤزر بإذن الله تعالى. نعلن بصوت عال أن تعز الأبية التي تعز علينا جميعا، نحن أبناء الجمهورية اليمنية من أقصى صعدة إلى المهرة، تعز هي بوابتنا للانتصار على فلول وجحافل الميليشيات الحوثية الإنقلابية ومن تحالف معهم، والتي حاولت في هذا الشهر السبتمبري طمس مآثر الشعب التي اجترحها ليلة 26 من سبتمبر عام 1962. فاحتفالات اليمن ككل وتعز إنما هو تأكيد لغرس القيم السبتمبرية. حين جاءت ثورة سبتمبر المجيدة طوت صفحة عمرها 1000 سنة من الظلم والتنكيل وتجهيل الشعب اليمني، ومنحت المواطنين دفعات معنوية كبيرة من الحرية والشعور بقيمة الحياة، وتحول الشعب المتفرج على عربات التاريخ ويتنقل من قصور الحكم إلى صانع للتحول ومدافع شرس عن ثورة منحته حقه في البقاء والعيش الكريم. إن يوم 26 سبتمبر هو يوم ولد فيه اليمن من جديد، وفيه أشرقت أرض السعيدة بنور ربها ورأت من آياته الكبرى ما يكفي لولادتها من جديد. وإن سبتمبر وأكتوبر حمل لنا هداياه الحسان من جامعات ومدارس وطرقات وكهرباء، وعرف الناس على دولة اسمها اليمن. ولا شك أن ثورة سبتمبر جاءت وعدد المدارس الصفر والكهرباء لم تعرفها البلد بعد. فتعز اليوم تحتفل بالذكرى 55 لثورة 26 من سبتمبر بحشود جماهيرية تعبر عن مدى اعتزازها بهذه الثورة والتي هي أم الثورات لليمن. نحن اليوم نحتفل بثورة سبتمبر المجيدة، هذه الثورة التي نعدها شمعة في تاريخ اليمن المضيئة وفي تاريخ الدولة التاريخ العربي بشكل عام. هذه الثورة التي قضت على الحكم الكهنوتي الإمامي البغيض، قضت عليه إلى الأبد إن شاء الله، وما يقام اليوم من ثورة مضادة منتهية بنضال شعبنا وبنضال جيشنا الوطني. ونحن في تعز الذي نعد أن لأبناء تعز لهم اليد الطولة في ثورة سبتمبر وفي ثورة فبراير وفي الصد، الانقلابيين مستمرون حتى إقامة الدولة اليمنية الاتحادية وتحقيق أهداف ثورة سبتمبر العظيم. فصاغت قواتنا المسلحة والأمن صورة متناسقة في غاية الروعة والجمال في كرنفالي بهيج في تقاسيمه وحضوره. 26 سبتمبر يعتبر هو الشريان الذي استقى منه 11 فبراير النابض لكي يواصل المسير. 26 سبتمبر الثورة التي أزاحت عن الشعب ظلم الكهنوت وظلم الإمامة، ونسأل الله أن نمر على عهد ثورة 26 سبتمبر. عشت يا سبتمبر التحرير يا رمز النضال، ويا من أوجدت الحرية في وجوه الشعوب. سيمفونية حضور في عيد 55 لثورة 26 من سبتمبر لكسر رتابة الحرب التي تعانيها تعز، ولبعث الأمل والنظرة التفاؤلية
لمستقبل قادم بلا إمامية ولا سلالية. نحتفل بالذكرى 55 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة التي كانت ثورة ضد الظلم والاستبداد، ثورة الكرامة والحرية ضد الظلم والاستبداد، ثورة العلم والقلم ضد الجهل والتخلف والمرض، ثورة الشعب اليمني على السلالية وعلى الطائفية وعلى الكهنوتية. فهي اليوم في ثورة مستمرة ضد الكهنوتية والإمامية والحوثيين الإنقلابيين، وهي تعز اليوم تحتفي بهذه الذكرى المباركة والغالية على قلوب اليمنيين جميعا. ونستهل هذه الذكرى أن نرفع آية التهاني والتبريكات لفخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي وإلى جميع أبناء الشعب اليمني العظيم في كل مكان. تعز تحتفل بيوم 26 من سبتمبر بطريقتها، بحشودها، بتواجدها، فهي تعز، فهي الانتصار والحرية. قناة عدن الفضائية، نعيم خالد، تعز. شهدت محافظة مأرب فعالية إيقاد شعلة العيد 55 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، وإقامة عرض كشفي وشبابي كرنفالي احتفاء بالعيد أو بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وسط مشاركة وحضور رسمي وشعبي كبيرين. إلى التفاصيل. شهدت محافظة مأرب ليلة أمس حفلا كرنفاليا واستعراضا فنيا وإيقاد شعلة الثورة للعيد 55 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، حيث قام بإيقادها رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الوطني اللواء الدكتور طاهر العقيلي، ومعه محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة. وبعد اللمسات الفنية والإبداعية التي قدمها المشاركون في الكرنفال الفني احتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا جميعا والتي نالت إعجاب الحاضرين من القيادات السياسية والعسكرية والأمنية، هذه المناسبة مناسبة غالية وعظيمة لأنها جاءت إيقاد شعلة 55 ثورة 26 سبتمبر. هذه الثورة التي جاءت وبددت الظلام وقضت على الاستبداد وعادت للشعب اليمني إرادته وحريته وكرامته، وجاءت بأهداف سامية. وهذا اليوم يدل على أن نحن ماضون في تحقيق أهداف ثورتنا، ثورة 26 سبتمبر، حتى ترى النور بعد وتتحقق إن شاء الله وتعيد إلى اليمن سعادته ويعود اليمن السعيد كما كان بإذن الله تعالى. ثورة 14 من أكتوبر وثورة 26 من سبتمبر هي الحياة لليمنيين عموما، ونقول ونعاهد كل شعبنا اليمني أن يظل الشعب وفيا لثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر. أجدادنا الأبطال الذين طردوا الميليشية الإمامية وطردوا الميليشية البريطانية من عدن ما زال أحفادهم اليوم واقفين على أقدامهم يقولون سنبقى وستبقى اليمن وسيرحل كل الشر والإرهاب إلى مزبلة التاريخ. تخلل العرض الكرنفالي فواصل إبداعية وجمالية معبرة عن أقاليم اليمن الاتحادية الستة وما تحمله من موروث شعبي وثقافي لكل إقليم، ومؤكدة عن ما نشهده هذا العام من احتفاء شعبي وزخم وتفاعل غير مسبوق بين كل فئات الشعب الذين يحتفلون بذكرى الثورة المجيدة بطريقتهم منذ أكثر من شهر، هو رسالة صريحة وواضحة للإماميين الجدد ولأذنابهم من المغفلين الذين سلموا لهم البلاد وباعوا أسوارها حقدا وانتقاما لأن مصالحهم الشخصية المريضة تقاطعت مع خيارات شعبنا الثائر الباسل. أهني الشعب اليمني بهذه المناسبة العظيمة، مناسبة العيد 55 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، الثورة التي أسقطت الكهنوت والإمامة وأشعلت نار الجمهورية، وها نحن اليوم نجددها ونشعلها من هنا من مدينة مأرب، من مدينة الحضارة، من مدينة التاريخ، من مدينة العراقة الذي نجتمع فيه لنشعل ثورة 26 من سبتمبر المجيدة
بعد أن هب الإنقلابيون لطمس هذه الثورة وإعادة الكهنوت والإمامة، فها نحن اليوم نقول لهم إننا ننوقد هذه الثورة وإننا في القريب العاجل إن شاء الله سنوقدها في أمانة العاصمة، في العاصمة صنعاء، لكي ندحر هؤلاء الإماميون، هؤلاء الظلمة، هؤلاء المجرمون الإنقلابيون الذين انقلبوا على أهداف الثورة، على أهداف 26 من سبتمبر المجيدة، لكنهم لن يمروا بإذن الله ما دام وفينا قطرة دم، ما دام وفينا رجل حي لن يمروا بإذن الله، ولن يمرروا مخططهم الخبيث الإيراني الصفوي. احنا في عيد 26 سبتمبر ونحن اليمنيين ونقول إن شاء الله سنجدد هذا العيد وأكثر من إذا تحررت اليمن، وإن شاء الله نحررها من كل معتد وظالم. أولا يعني حررناها من الإمام السابق علي عبد الله صالح، والآن جاء لنا عبد الملك الهودي، وإن شاء الله نعيد هذا العيد وأكثر عندما نخرج هذا علي عبد الله صالح وعبد الملك الهودي. حضر هذا الكرنفال الفني لإيقاد شعلة الثورة اليمنية في المناسبة الوطنية الغالية للذكرى 55 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء طاهر العقيلي والمفتش العام بالجيش الوطني اللواء عادل القميري ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمد بن عبود وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء أحمد حسان جبران وعدد من القيادات السياسية والعسكرية والأمنية. ها هم أحفاد الزبيري والثلاية والنعمان يحيون الذكرى 55 لعيد 26 من سبتمبر المجيدة في عاصمة إقليم سبأ محافظة مأرب. رفيق السامعي، قناة عدن، محافظة مأرب. أقامت رئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة الجيش الوطني والقيادات الأمنية بمحافظة مأرب عرضا عسكريا مهيبا بحضور محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة بمناسبة الذكرى 55 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير التالي. احتفاء بالذكرى 55 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة، أقامت اليوم رئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة الوحدات والألوية العسكرية والأمنية بمحافظة مأرب عرضا عسكريا مهيبا بهذه المناسبة الوطنية العظيمة. قدم خلالها منتسب الجيش الوطني والوحدات الأمنية فواصل إبداعية ومهارية في العروض العسكرية التي عكست مدى أهمية التدريب والتأهيل التي يتلقاها هؤلاء الأبطال الميامين، وهم عازمون على تحرير الوطن من براثن الميليشيا الإنقلابية وبناء المؤسسة العسكرية والأمنية وفق النظم والمعايير الوطنية يكون ولاؤها لله ثم للوطن. وأكد رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الدكتور طاهر العقيلي على أهمية التأهيل والتدريب التي يتلقاها هؤلاء الأبطال الميامين ومدى عزمهم وثباتهم وهم يحتفلون بهذه المناسبة الوطنية الغالية ثورتي 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين. الحضور الكرام، إننا في هذا اليوم المجيد نثق بنصر الله سبحانه وتعالى ثم بالجهود في الجيش الوطني نستلزمي روح التفاؤل وثق بحاضرنا مهما كان الصعوبة، مهما كان صعوباته ومتاعبه ومنقصاته، ومستشرفين مستقبل الواعد المشرق مهما كانت حديث الحاضر الذي ننظر منه، لأننا من هذه القامات الشامخة لقواتنا المسلحة والأمن
نستزيد الحافز المعنوي والحماس والروح الوطنية التي لا تؤمن بتراجع أو بالآلام، فلنتطلع إلى المستقبل لتحرير الوطن اليمني من قوات التخلف والرجعية من الميليشيات الانقلابية الذين أرادوا إجهاض الشرعية ووحدة اليمن وأمنه واستقراره. الحضور الكرام، تمر علينا ذكرى 26 من سبتمبر من واقع وأحداث متسارعة تشهدها اليمن وفي ظروف بالغة التعقيد يعيشها الوطن في عقاب هذا الانقلاب الغاشم ودعارة تداعياته الكارثية وهذه الحروب الشعواء التي شنت تمليشيات الحوثي وحلفائهم ظلما وعدوانا على أرجاء اليمن وعادوا في البلاد الفساد ونشروا الخراب والفوضى والقذف والتدمير في كل ربوع اليمن الحبيب، ولم يتوقف الانقلابيون عن جرائمهم بحق اليمنيين بل تذكروا القيام بجميع القيم الإنسانية. تتزامن هذه العروض العسكرية العالية التي يقدمها هؤلاء الأشاوس وأعينهم تتجه صوب الوطن لتحريره من براثن الميليشيا الانقلابية الكهنوتية الباغية الجاثمة على صدور أبناء الشعب اليمني ببغيها وإجرامها المقيت. في هذا اليوم العظيم، يوم سبتمبر، يوم أكتوبر، نهنئ القيادة السياسية ممثلة فخامة الرئيس عبد الله منصور هادي ودولة الدكتور بن دغر بذكرى 55 لثورة سبتمبر واربعة وخمسين لثورة أكتوبر الذي دكت عروش الطغاة، دكت عروش الإمامة، رحلت الاستعمار، وهم اليوم عادوا من جديد يريدوا أن يعيدوا ما يسموه بحقهم الإلهي في الحكم، ولكن عليهم أن يعلموا أن هذا مستحيل ومن عاشر المستحيلات أن تعود الأمور إلى الوراء. اليوم نحن نحقق هدف من أهداف ثورتنا المجيدة وأبناء الجيش الوطني الحر، وما رأيتموه اليوم في ساحة الوغى وفي العروض التي رأيتموها لدليل على أننا نحن ماضون في تثبيت دعائم أهداف ثورة سبتمبر المجيدة وتحقيقها وإخراجها لأن ترى النور بإذن الله تعالى، ونسعد في يمننا السعيد، وإن شاء الله تعالى المستقبل مشرق بإذن الله تعالى. وهذه الجنود التي رأيتموها هم من أبناء الوطن وهم من سيصنع الجيش الوطني ويحقق هدف من أهداف ثورة 26 سبتمبر إن شاء الله تعالى. وهذه السنين العجاف الثلاثة التي مرت علينا عشنا هذه الثورة، عشناها بكل ما تعي الكلمة من معنى، فنحن من اليوم وصاعدا سندافع عنها بقوة أكبر مما كانت وبوهج وبتضحيات أكبر مما كنا نبذل. الحمد لله اليوم رأينا بأم عيننا كيف يتشكل الجيش من جديد، كيف يلتحم الشعب مع قيادته، كيف نصنع غدنا إن شاء الله المأمول بإذن الله، تنطلق اليمن من جديد وتعود ويعود لها رونقها وبريقها من جديد. يأتي هذا العرض الكرنفالي العسكري الذي تقيمه هذه التشكيلات العسكرية من مختلف الوحدات والألوية العسكرية والأمنية ابتهازا وحبا بأعياد سبتمبر وأكتوبر المجيدتين التي ضحى فيها الثوار الأحرار بدمائهم الزكية والطاهرة، وهم يقارعون الإمامة الكهنوتية الباغية وأزلامها حتى تحققت أحلامهم في رسم الثورة والجمهورية لكل أبناء الوطن. ها هم أحفاد الشهيد الشدادي والقشيبي يحيون الذكرى 55 لعيد 26 من سبتمبر المجيدة، وأعينهم صوب الوطن لتحريره من براثن الميليشيا الإنقلابية وتخليص أبنائه من سرطانها الخبيث. رفيق السامعي، قناة عدن، محافظة مأرب.
افتتح نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبد العزيز جباري ومعه وزير الثقافة مروان دماج المعرض التشكيلي الأول الذي تقيمه جمعية معاد العلمية لخدمة القرآن الكريم في محافظة تعز تزامنا مع العيد 55 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة. أقيم معرض الفنون التشكيلية الأول في محافظة تعز التي تنظمه جمعية معاد العلمية احتفاء بثورة 55 لثورة 26 من سبتمبر بحضور نائب رئيس الوزراء عبد العزيز جباري وزير الخدمة المدنية ومروان دماج وزير الثقافة ومعين عبد الملك وزير الأشغال العامة الذين بدورهم افتتحوا المعرض وطافوا بأرجائه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله وسلم الذي تابعنا بشكل مستمر. الحقيقه نحن سعداء امام زملائي الوزراء وزير الوطن المبارك المحمد من المجيء الى محافظه تعز اننا اليوم ابداعات شباب تعز فهم من يدافع عن هذه المحافظه ويدافع عن هذه المدينه وهو من يؤلف ويسمي التاريخ وهو من يرسم وهو من يعلن وهو من يبدا. شكرا لتعز وشكرا لابنائها وشكرا لشبابها وشكرا لشاباتها ما دامت تعز حيه ولكن تعز ما دامت تعز وما دامت شباب تعز ومن يدافع عن تعز ولن ننتهي من تعز وما دامت تعز وقد تنوع المعرض بأعمال تحاكي الواقع من حرب ودمار في قلب الصورة والمجسمة والتي رسمها أطفال تعز بإبداعاتهم. هذا المعرض هو يعتبر معرض الفنون التشكيلية الأول بمحافظة تعز ورغم المعاناة ورغم الحصار ورغم التدمير إلا أن طلاب وطالبة تعز أبوا أن يكون لهم إنتاج وإبداع في هذه المحافظة وهي تعز كما يعني عودتنا بهذا الإبداع وبهذه الأنشطة والبرامج المتميزة. المعرض يهدف إلى صقل وتنمية قدرات الشباب ومواهب الشباب فهذا المعرض هو نتاج 3 أشهر من العمل. دائما أبناء تعز أيديهم تصنع المستقبل مهما عثى العابثون من ميليشيا الحوثي وصالح في أرضهم إلا أنهم يصنعون الحياة بأعمالهم. قناة عدن الفضائية نعيم خالد تعز. أحيت سفارة بلادنا في دولة الكويت الشقيقة فعالية بمناسبة احتفالات بلادنا بالذكرى 55 لثورة 26 من سبتمبر. احتفالية احتضنتها مبنى السفارة اليمنية بدولة الكويت تزامنا مع حلول الذكرى 55 لثورة 26 من سبتمبر برعاية السفير الأستاذ الدكتور علي منصور بن سفع وبحضور عدد من الشخصيات والمواطنين اليمنيين المقيمين في دولة الكويت. احتفال متواضع بمناسبة الذكرى 55 لثورة 26 سبتمبر المجيدة. هذا اليوم التاريخي الذي غير مسار الحياة الاجتماعية والاقتصادية في اليمن. ما نلاحظه اليوم اللي هو موضوع ما هو حاصل في اليمن بعد يوم النكبة هو أعادة بكل ما تحمل الكلمة من معنى للماضي البغيض، أعادة للحكم الإمامي، محاسبة الشعب اليمني لخروجهم في وجه الطغيان، في وجه الإمامة، في وجه الحكم الكانوتي المتعفن. هؤلاء اللي أتوا من كهوف مران، أتوا منتقمين من هذا الشعب، يريدوا أن يعودون إلى حكم الإمامة والولاية. نتمنى في هذه المناسبة الطيبة أن يأتي 26 سبتمبر واليمن آمنة سعيدة مستقرة هادئة وأن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي والمياه إلى مجاريها وأن يعود الأمن والاستقرار لبلدنا الحبيب وكل عام وأنتم طيبين.
الفعالية شهدت عدد من الفقرات تم فيها استعراض تاريخي لثورة 26 سبتمبر ومكانتها في قلوب اليمنيين. نحتفل اليوم بذكرى 26 سبتمبر ذكرى الثورة العظيمة فاتحة التاريخ الحديث الحديث في اليمن. لا شك أنها ثورة عظيمة قام بها اليمنيون من أقصى الشمال أقصى الجنوب من شرقه إلى غربه. طبعا اجتمعنا اليوم في السفارة لكي نحتفل بذكرى من ذكرياتنا الطيبة اللي هي 26 سبتمبر ثورة على الظلم وعلى الكهنوت وعلى التخلف. مشكور سعادة السفير على استدعائنا بالاحتفالات مناسبة 26 سبتمبر العظيمة، وإن شاء الله ربي يزيل عنا الغم والهم اللي نعانيه كشعب يمني من شرقه إلى غربه، وربي يصلح الأمور ونعود إلى وطننا سالمين غانمين. أمال وطموحات اليمنيين المقيمين في المهجر وحنينهم للوطن كانت حاضرة من خلال المداخلات والنقاشات التي أثريت هذه الفعالية. نشعر بفرحة في هذه الذكرى، وأيضا نطالب برص الصفوف لدحر من يحاول إجهاض أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر. هذه ذكرى يعني كل سنة نتذكرها ونتذكر عظمة هذا الثورة وعظمة بلدنا وعظمة يعني الثورة العلمية التي كانت بهذه المناسبة. هي 26 سبتمبر هي ثورة علمية قبل أن تكون ثورة على الإمامة. كل عام وأبناء الجالية اليمنية في الكويت بألف خير، كل عام والشعب اليمني شمالا وجنوبا بألف خير. سأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا هذه المناسبة واليمن كله خير. لم يكن الشعر غائبا بهذه المناسبة، فقد ألقى الأستاذ الشاعر سعد العمري أبيات شعرية لاقت استحسان الحاضرين. هذا ابن هادي بسيف الكبرياء على صهوة جواد الوفا فارس وعملاغي، يماني الأصل فخر الانتماء عربي، عروبته بالجسد والدم تنساغي، فيه اليمن رافع الرفق هامتها وبالخليجي غدا دمجي والحاقي، في ست جواهر خليجية روعتها بالغيس والجوهرة في عرشها الراغي. لقناة عدن الفضائية وضاح شليلي الكويت. احتفاء بالعيد 55 لثورة 26 سبتمبر شهدت قاعة الشهيد القردعي في جامعة إقليم سبأ بمحافظة مأرب الندوة العلمية بعنوان 26 سبتمبر ثورة لا تنطفئ، حرية، عدالة، مواطنة متساوية. شارك فيها نخبة من قادة الرأي والناشطين. أحيت اليوم قيادة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والسلطة المحلية بمحافظة مأرب الحفل الفني والخطابي للذكرى 55 لثورة 26 سبتمبر المجيد. وسط حضور جماهيري كبير تتقدمه القيادات السياسية والعسكرية والأمنية وجمع غفير من المواطنين. وفي الحفل الفني الذي أقيم احتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية، أكد محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة مواصلة النضال على درب شهداء 26 سبتمبر المجيد وتحقيق كل أهداف الثورة السبتمبرية مهما كانت التضحيات. التضحيات التي سطروها من أجل إنجاز اليمن واستعادته من قبضة الميليشيات الإنقلابية. الحاضرون جميعا أيها الأخوة والأخوات، إن يوم 26 سبتمبر يوم من أيام العزة والمجد اليمنية ولحظة فارقة صنعتها سواعد الثوار الأحرار الذين انطلقوا متسلمين بحبل الله عز وجل واضعين أصابعهم إسقاط الاستبداد وإعلاء قيم الجمهورية والعدالة والمواطنة المتساوية والحياة الكريمة للشعب. واستطاعوا في إرادته من فلانه بعد الله التغلب على كافة المعوقات والتحديات حتى تحقق النصر لواحدة من أعظم الثورات في تاريخ اليمن. لقد جسدت الثورة
سبتمبر واكتوبر مراحل عمرانيه وتاريخيه وقيم حضاريه وانسانيه اصيله وصروف من المجد والشموخ تحت عظمه الانسان اليمني. واذا استحضروا بكل ضغط واعتزال تلك الصور والذكريات والتضحيات فان الاحتفال بها محطه للتجديد والمراجعه. تخلل الحفل العديد من الوصلات الفنية والإنشادية التي عبرت عن عظمة ثورة 26 من سبتمبر المجيد وما تحمله من دلالات وطنية عظيمة في مقارعة النظام الإمامي الكهنوتي وتخليص الشعب اليمني من سرطانه الخبيث. محافظة مأرب محافظة الصمود والسلام نحتفل اليوم بالذكرى 55 لثورة 26 من سبتمبر، وبهذه المناسبة نزف أحر التهاني والتبريكات لقيادة السيادة ممثلة المشير عبد الرب منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن عبد الأحمر ودولة رئيس الوزراء أحمد عبيد الدق وكافة الشعب اليمني وكذلك الجيش الوطني. نحيي ذكرى 26 سبتمبر 55 والجيش الوطني أكثر جاهزية ومعنوية عالية. نحيي هذه الذكرى ونحن على قمم جبال نهم في المنطقة العسكرية السابعة مستعدون لمعركة الحسم، ننتظر الأوامر التي ستأتي من القيادة السياسية بساعة الصفر لمعركة الحسم. نحن نريد أن نبشر كمنطقة عسكرية سابعة وجيش وطني اليمنيين في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات بأننا سنكون قريبا إن شاء الله في العاصمة صنعاء. وألقيت في الحفل الفني والخطابي القصائد الشعرية الثورية والحماسية وكذا المسرحية الفنية التي جسدت أهمية ثورة 26 من سبتمبر المجيد لدى أبناء الشعب اليمني، قدمها الفنان فهد القرني مع الفرقة الفنية، نالت إعجاب واستحسان كل الحاضرين. نحو تحقيق أهداف ثورة 26 سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين، أحيت اليوم قيادة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والسلطة المحلية بمحافظة مأرب الذكرى 55 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. رفيق السامعي، قناة عدن، محافظة مأرب. بدأت بمحافظة مأرب عاصمة إقليم سبأ برامج تدريبية وتأهيلية لإعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين من صراع الحرب وتعريف أولياء الأمور بمخاطر ذلك على الأطفال. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. بدعم وتمويل من مركز الملك سلمان لإغاثة وأعمال إنسانية، بدأت مؤسسة وثاق للتوجيه المدني هنا في محافظة مأرب عاصمة إقليم سبأ تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب والصراعات، ويتزامن ذلك مع دورة تدريبية وتوعوية لأولياء الأمور حول مخاطر تجنيد الأطفال. مشروع إعادة تأهيل أطفال المجندين بالحرب في اليمن هو مشروع يأتي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. هذا المشروع يعد المشروع الأول من نوعه في اليمن. هذا المشروع ينقسم إلى 4 مراحل. المرحلة الأولى تستهدف 80 طفلا في 4 محافظات، في كل محافظة 20 طفل. تم استهداف 20 طفل في محافظة مأرب من 4 مديريات، وهي المديريات المتضررة من الحرب كصرواح ومجزر وغيرها. إضافة إلى ذلك هناك دورة تعقد لأولياء الأمور لتعريفهم بالمخاطر تجنيد الأطفال والمسؤولية القانونية التي تقع على عاتقهم. كوادر تدريبية وتأهيلية تسهم في هذه البرامج التدريبية ولتعيد الأطفال الابتسامة والفرحة وإدماجهم في العمل التعليمية والأنشطة والفعاليات المختلفة. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا محمد صالح حسين حميضة. استفدنا من هذه الدورة أولا بأن لا دخل لنا في الجبهات، ثانيا تقدير الذات ومفاتيح النجاح وحقوق الطفل والرسم وأشياء كثيرة والكتابة
والقراءة والخط. استفدنا من هذا المشروع القرآن الكريم، التعليم، التربية، يعني الدراسة، من نقلونا من الجبهات للمدارس، يعني خلاص دالحين ما عاد نشتري للدراسة وداعا للجبهات. برامج التدريب والتأهيل للأطفال وإعادة الأمل أيضا لهم وإشراكهم في العمل التعليمية والأنشطة والفعاليات المختلفة تمثل أهمية كبيرة، كل الأطفال يمثلون بناة الغد المشرق لهذا الوطن. يعني هذا البرنامج ندعو بأن بكل المنظمات وكل الجمعيات أن يعني تقوم بعمل تنفيذ مثل هذه المشاريع لتجنيب الأطفال ويلات الحروب. السلام عليكم ورحمة الله. لقناة عدل الفضائية، محمد القداسي، محافظة مأرب. يسارع صندوق النظافة بمحافظة لحج نحو القضاء على مخلفات القمامة والتي تكدست لفترة طويلة في شوارع وأزقة مديرية الحوطة بمحافظة لحج، واضعا نصب عينيه عنوان الحوطة مدينة النظافة. ينفذ صندوق النظافة وتحسين المدينة بمحافظة لحج حملات عدة للنظافة تستهدف التخلص من أكوام من القمامة تكدست لفترة طويلة صاحبها نقص في العتاد والمعدات، الأمر الذي زاد الطين بلة. هذه المرة استهدف الصندوق المنطقة المحيطة بقصر العبدلي وحديقة القمندان الذي طالتهما تلك الأكوام التي أصبحت خطرا يهدد حياة أطفالنا في شوارع وأزقة المحافظة. يعني أماكن يعني مليحة، مكان نظيف، مكان استراتيجي، قصور هنا، يعني واحد يفعل منها هذه بنية أو حاجة أحسن من دول برا، فلهذا هم يحطموك بالكدادي يفترمه هنا بكل حاجة، ولما تنصح واحد ما يسمع كلامه. فأنا أوجه يعني شكل للناس إنهم يخلوا المكان هذا نظيف، خلي مكان هذا مثل بيتك، شوف بيتك تبغى خلي نظيف، فلازم هذا المكان يكون أروع. أكوام القمامة لم تطل المناطق الأثرية فقط بل ودور العبادة ومسجد الدولة التاريخي، لم ترحمه تلك القمامة فقبعت قاعدة أمام بابه، فمن يقومون برمي أكياس القمامة لا يخافون الله ولا لومة لائم. قيادة الصندوق ممثلة بمديرها التنفيذي أيمن مشحير يحدها الأمل بالقادم. بدي طبعا منظمات تواصلنا معهم، ممكن يجيبوا بعض أدوات معدات كمان لو خرجنا أدوات إضافة، ممكن حتى في حدثات كيف إذا في شباب شوفوا ممكن يحاولهم كل واحد يوظف منطقته. المدير التنفيذي وخلال جولته الراجلة لشوارع وأزقة الحوطة اطلع على الأماكن الضيقة التي لم تستطع الآليات الوصول إليها، ووجه بسرعة تنظيف تلك المناطق لينعم الأطفال فيها بالأمن الصحي. أنتم تحافظوا على هذا، يعني ممكن عمرك تكون 20 منطقة كعبان، بسبب إيش؟ بسبب هذه القذورات، بكتيريا، كيف تفقين نظافة كلة الماء الدنيا، خلي الحوطات تقع زي أوروبا. استمرار الحملة سيضمن معه نمو الأطفال بعيدا عن الأمراض القاتلة التي تهدد حياتهم. لبيب محمد علي، لقناة عدن الفضائية، محافظة لحج. أقامت دائرة الإعلام الحربي والمركز الإعلامي لإقليم تهامة الحفل الخطابي والفني بمناسبة احتفالات بلادنا بالأعياد الوطنية. مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير التالي. سبتمبر وأكتوبر أعياد الأحرار وموعد الانتصار. تحت هذا الشعار نظم إقليم تهامة الحفل الفني والخطابي احتفاء بعيد الثورة الخالدة، الذكرى 55 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة والرابع عشر من أكتوبر المجيدة. الحفل الذي يقيم في قاعة ملوك سبا برعاية قائد مقاومة إقليم تهامة الشيخ مهدي جابر الهاتف، شهد فقرات إنشادية وقصائد شعرية تقنت مجملها بالأعياد الوطنية للثورة اليمنية. الإخوة والأخوات الضيوف جميعا، نتوجه إليكم وإلى
وإلى قيادتنا السياسية ممثلة برئيس الجمهورية المشير الوطن أبلغه منصور هادي وما عندي كلمة غير علي محسن صالح الأحمر ودولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن الله برأسه التعامل والتوفيقات بحلول ذكرى الخمسة وخمسين ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة وهي كذلك لأفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الأبطال والمعلومين الشعبيين الأمني العظيم في الداخل والخارج. تميز الحفل الخطابي والفني برقصات من التراث التهامي عكست الفرحة والابتهاج وما تسخر به تهامة من موروث عريق. أقاليم اليمن الاتحاد الجديد تحتفل بأعياد الوطن المجيد ثورة تتجدد وانتصار يلوح في الأفق. لقناة عدل الفضائية محمد القداسي محافظة المأرب. تمثل محمية حوف الطبيعية في محافظة المهرة واحدة من المحميات الطبيعية ذات المناظر الخلابة في اليمن والوطن العربي التي تأسر العقول والألباب من شدة جمالها ورونقها الطبيعي. قناة عدن زارت محمية حوف الطبيعية وعدت التقرير التالي. محمية حوف الطبيعية في محافظة المهرة تكتسب أهميتها وشهرتها كونها تحتضن واحدة من أهم وأشهر المحميات الطبيعية البرية في اليمن والوطن العربي، وتشكل نقطة تقاسم طبيعية بين اليمن وسلطنة عمان الشقيقة. سعيد جدا اليوم أني وصلت لأول مرة في حياتي إلى منفذ الصرفيت، منطقة صرفيت، وهي آخر منطقة من اتجاه الشرق ساحليا مع سلطنة عمان، وانبهرت كثيرا بالمناظر الطبيعية وانبهرت جدا بالمناظر الخلابة، خضرة وبحرا وجبلا، ويعني هذه المناظر لم أشهدها كثيرا إلا في جبل لبنان وبعض مناطق أوروبا، هذا للأمانة. وعندما عند وصولي إلى الصرفيت كان أول انطباع لدي هو لماذا نذهب إلى الخارج، لماذا أن يذهب بعض اليمنيين سياحة إلى بعض الدول وخاصة من محبي المناظر الطبيعية والطبيعة الخلابة، ومثل هذه المناطق موجودة في اليمن. فلذلك أتمنى وخاصة بوجود بنية وطرق جميلة إلى صرفيت أن تعزز ببنية سياحية تحتية من أجل جذب الاستثمارات. فمحمية حوف الطبيعية ذات طابع جغرافي جبلي وبحري تكسي هذه المرتفعات بالمناظر الخلابة التي تأسر الألباب والعقول وتأخذك إلى عالم السحر والجمال الذي وهبها الله تعالى لمحمية حوف الطبيعية. مثل ما شفتوا أنتم جيتوا الحين، فناس المنطقة هذه ما يعرفونها ناس كثير، عرفت كيف؟ فيسمعون حوف 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 حوف، في مناظر وانت مثل ما شفتوا الحين خضار، بس ما في تنقص حاجات شوية، عرفت كيف؟ ومهملة من جهات كثير، يعني ما في أحد يعني يهتم في هذه المنطقة. المنطقة يجونها من بعيد ومن قريب مقارنة بالمنطقة عمان هذه بجنبنا. لو أنت تدخل الحين وتشوف ما عندهم، في عندنا احنا مساحات وعندنا أراضي
وعندنا جو. لعلمك هذه المنطقة جوها يجي أكثر من المناطق المجاورة اللي هي عمان، ونتشرف فيكم وفرحنا فيكم كثير صراحة يعني. فأنتم تجون وإن شاء الله يجون معكم ناس من 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 أهل اليمن ومن غيرها إن شاء الله. وهذه المنطقة معروفة بالأمن والأمان، وأكثر شيء فيها أهلها. يعني إذا جيت أنت جيت في عند المنطقة هذه فكأنك جيت بلدك، ما في فرق لا صغير ولا كبير. نحن الآن في مديرية حوف، آخر أول بوابة من اتجاه الشرقي في الجمهورية. والمنطقة منطقة حوف، مديرية حوف هي من أرقى وأحلى المناطق في محافظة المهرة، وجوها الغلاب والجميل وطبيعتها الطيبة الجميلة، تعتبر جنة في الأرض. ما يميز هذه المحمية الطبيعية التي حباها الله بالمناظر الخلابة والجمالية الخالدة هو انتشار الضباب بشكل كثيف خلال موسم الصيف، فتكاد لا ترى فيها شيئا سوى ركام ضبابي أبيض يلفها بإتقان، وتتحول خلاله المحمية إلى صفيحة جليدية منبسطة في ثنايا الطبيعة التي تسلب العقول من شدة جمالها. مناظر طبيعية تتمتع بها محمية حوف الطبيعية بمحافظة المهرة، الأمر الذي يأخذك إلى عالم السحر والجمال الذي حباه الله لهذه المنطقة. رفيق السامعي، قناة عدن، من محمية حوف الطبيعية محافظة المهرة. فقرة كما ورد، وهي فقرة في برنامجنا نعرض لكم المادة الإعلامية كما وردت إلينا.
وصلنا مشاهدي الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع عدا في أسبوع، ونذكركم أنه بإمكانكم متابعة برامجنا عبر قناتنا في اليوتيوب قناة عدن الفضائية، أو زيارة صفحتنا على الفيسبوك قناة عدن الفضائية. إلى اللقاء.